بعدنا معكم مستمعينا ببداية لقائنا لليوم بهدى وهن، ووقفتنا الأولى رح بتكون مع موضوع كيف مرات الواحد بيدرس شيء وبيتخصص بشيء. امبارح موضوعنا عن التعليم كان عن التخصصات وقديش الواحد بيختار تخصصه بعناية، ولكن إذا كان عنده مهارة أو عنده شغف كيف في بعض الأحيان الحياة بتاخدنا لمحل مختلف تماما عن اللي احنا اخترناه أو درسناه أو تعبنا فيه. خلينا اليوم نرحب بعهود الحربي، شيف حلويات ومخبوزات واستشاري جودة وسلامة أغذية. أهلا وسهلا فيك عهود. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. امبارح كنا عم نحكي عن التخصصات وأهمية أنه الواحد يختار تخصصه وإلى آخره. قبل ما بلش معك بالمهارة اللي كانت موجودة عندك ونقلتي لإلها، خليني بس نعرف المستمعين أنت شو تخصصك، دراستك بالأصل شو كانت؟ بداية أنا أشكركم على الدعوة الكريمة، بحب أعرفكم بنفسي. فضل. عهود الحربي، شيف حلويات ومخبوزات فرنسية. تخصصي الأساسي كان ماجستير اضطرابات سلوكية وتوحد. نعم. هذا تخصص الأساسي. نعم. كانت عندي عدة بحوث على مستوى دولي وعلى مستوى المملكة، الحمد لله حازت على جوائز عدة، لكن البحث الأساسي كان أثر الحميات الغذائية على أطفال التوحد. نعم. كنت حابة أشوف وقتها الحميات الغذائية، الحلويات، بما أنه الأطفال يحبوا الحلويات، فكنت نعم. أبحث عن بدائل. فكان من هذا الطريق أنه دخلت على الحلويات الفرنسية. نعم. حبيت أدرس المجال نفسه، الحلويات الفرنسية، على أساس يعني أشوف بدائل للأطفال. نعم. بديل عن الأشياء اللي تخليهم هايبر طاقة وكذا. نعم. فتحول الموضوع من اكتشاف إلى شغف. نعم. يعني غمضت جدا. ايوه تفضلي. يعني عم تحكي عن موضوع كتير مهم، نحن رح يكون لنا لقاء قادم لنحكي عنه، أثر الحلويات على الأطفال، لأنه هيدي مشكلة كتير مهمة ولازم جداً. بما أنه حضرتك دخلتي فيها ودرستيها لازم نفهم منك، بس إن شاء الله رح يكون لحلقة تانية. طيب دخلتي لحتى يساعدك بدراستك، قمت تعلقتي أيوة، تحول الموضوع لشغف وحب، فانتقلت من دورات لمعاهد، أخذت دبلوم من جامعة ليدز الأمريكية، دبلوم تقنيات الطهي الحديث. نعم. الآن أنا الحمد لله عضو إداري في جمعية الطهاة المحترفين، واستشاري جودة سلامة أغذية ولله الحمد، فأخذت يعني المجال من جميع جوانبه. نعم. يعني ما كنت هيدا الشخص اللي أو الصبية اللي من هي وصغيرة بتحب المطبخ، بتحب الحلويات، بتحب تشتغل هودي الأشياء بإيدها؟ لا، أنا كنت أحب هذه الشغلات بس ما كان في بالي أني أمتهنها. نعم. يعني كنت زي أي بنت عادية في البيت، تحب تسوي طبخات، تحب تتعلم، تحب تعمل الحلاوة، هيك هذه الأشياء. نعم. لكن تحول الموضوع لشغف لدرجة أنه صار يعني وظيفة. نعم. قدي الواحد لما أو الست أو الشخص، لأنه منتعرف على كتير ناس متخصصة بالأكل، شفيات وإلى آخره، وبينشهروا وبيصيروا عالميين، قدي في بعض الأحيان لما مش أنت تكون عندك هواية من أنت وصغيرة أو بتحب الطبخ وإلى آخره، قدي الدراسة فعلا ممكن تخلق شيف ممتاز بدون ما يكون عنده هيدي حب الطبخ من هو صغير؟ الدراسة مهمة جدا، أي شيء يعني أي مهنة، أي يعني هواية لازم لها ثقل. يعني الشيف أنت تعرف تطبخ أوكي، لكن التقنيات، الأشياء العلمية مثلا. نعم. استدامة الغذاء، النظافة، الأشياء العلمية الثانوية، الأشياء الأساسية عفوا. نعم. فهذه كلها يبغى لها دراسة. نعم. ف يعني الموضوع مو إنه بس أنا أعرف أطبخ خلاص. نعم. لا، في أشياء أساسية كثير لازم نتعلمها، يعني مو عملي فقط، في جانب علمي أساسي، الجودة، استدامة الغذاء حسب ما خبرتك قبل. نعم. هذه كلها أشياء لازم الواحد يعرفها. طب احكي لي عن بدايتك، درستي كيف، قررتي والبداية كيف كانت أنه تنتقلي من مجالك إلى مجال تكوني طاهية؟ عفوا ما فهمت السؤال. احكي لي عن البدايات،
كيف قررتي خلص يعني خلص أنا تخصصي هيك وكنت عم بدرس تأدعم تخصصي، لا خلص بدي غير وبدي صير طاهية؟ كيف كانت البدايات؟ كيف قررتي تفتحي المجال صراحة؟ يعني بدايتي كانت بحث قراءة في الكتب، أخذت دورات حسب ما بلغتك في البداية. بعد كذا قررت أني أدخل في المجال أمارس عملي. توظفت في عدة أماكن، فآخر شيء استقريت الحمد لله الآن في موظفة في سنجل كافيه كوفي أند بيكري في المدينة المنورة حاليا أنا. نعم. يعني انغمست في المجال بالزيادة، فلقيت أني لا أنا حابة هذا المجال وممكن أبتكر ممكن أصنع. نعم. اليوم بالمملكة العربية السعودية ويمكن بكل العالم، ومبارح كنا عم نحكي قديش صار أنه أنت تكون رائد عمل، أنت تفتح شغلك الخاص، صار في كتير توجه للجيل الجديد بهالخصوص. قديه بتلاقي بالسعودية إقبال السعوديين وخصوصا المرأة على هذا المجال، مجال الكافيهات، تفتح كافيه، تفتح مطعم، تصبح طاهية، بزنس خاص فيها بهالموضوع؟ قبل ما نفتح أي بزنس أنا يعني المفروض الشخص يمر في مرحلتين صراحة. تفضل. وأنا أنصح الشباب كلهم قبل ما تتوجه وعندك رأس مال وتفتح بزنس تتوجه على مرحلتين لازم تمر فيها. نعم. عندنا مثلا المرحلة الأولى اللي هي العمل والعمل الحر. مثلا العمل يختلف عن العمل الحر، والعمل الحر يختلف عن التجارة. العمل الحر الآن أو العمل بالأصح عفوا لازم تكون وسط داخل منظومة، تتعلم، تشوف، تصنع من نفسك، تصقل من نفسك، تصقل من شخصيتك أيضا كشيف، تتعلم إنتاج الغذاء، المواد الخام، التموين، سلامة الغذاء، هذا كله لازم تتعلمه في منشأة وتتدرب عليه. عندنا المرحلة الثانية اللي هي العمل الحر. طبعا مثل ما خبرتك العمل الحر يختلف تماما عن التجارة. العمل الحر يعني يكون مثلا عن طريق تدريب، تجارة إلكترونية يعني بمعنى أدق، يعني يكون عمل حر برأس مال بسيط جدا أو بجهد بدني فقط، بعدها ندخل على التجارة اللي هي برأس مال كبير. نعم. يكون احنا اتقلنا من نفسنا اكثر. نعم. يعني انت مع انه الواحد بالبدايه قبل ما يفتح الشغل الخاص فيه انه لا. يتدرب داخل منشاه او داخل مؤسسه الى علاقه بهيدا الشغل، بتتعلم بتتدرب على التفاصيل المهمه وبعدين؟ اكيد لازم الواحد يثقل من نفسه، مو واحد شاف في نفسه الموهبه انه خلاص انا عندي هذه الموهبه بروح اسوي تجاره. نعم. لا، لازم تثقل من نفسك، تاسس من نفسك اساس سليم صحيح عند ناس محترفين. نعم. بعد كذا انتقل انت واعمل تجارتك. عشان كذا للاسف احنا بنشوف براندات كثير بتقفل حاليا. نعم. للاسف لانه ما في اساس. طب هيدي المهنه بالتحديد كيف بتشوفي مستقبلها بالمملكه؟ مستقبل المهنه كشيف؟ كشيف ايه مستقبلها انا اشوفه واعد جدا. يعني اليوم الفرص أصبحت كبيرة جدا بالنسبة للوظائف الحرفية. نعم. يعني وهذا كله بسبب يعني الاستثمارات الأجنبية. نعم. اللي دخلت على المملكة وانعكس بشكل إيجابي على السوق السعودي. نعم. فزادت الفرص. فإحنا اليوم اللي كل يعني كل شيء بوصلتنا إحنا اليوم في المملكة العربية السعودية اللي هي رؤيتنا، رؤية. نعم. المملكة. فأنصح أي شاب أو أي شابة من منبركم إنه يقرأ كتاب الرؤية قبل ما يبدأ المشروع. نعم. لأنه اللهم صل على هذا حيفيدنا في إيش يعني؟ لأنه من الركائز الأساسية حسب رؤية المملكة السياحة. نعم. السياحة يعني شقين، مقاهي ومطاعم. لازم. نعم. أنت تقرأ وتشوف المملكة فين متجهة، رؤيتنا فين متجهة، بعدها تنطلق. فأنا أشوف المستقبل واعد جدا للشيء. نعم. المملكة. نعم. طب كمان بما أنه حضرتك معنا اليوم ومبارح كنا عم نحكي عن التخصصات، اليوم اللي بده يتخصص بمجال الطهي وأنه يكون شيف وين بالسعودية؟ شو المطلوب؟ شو هي الأشياء اللي لازم يدرسها؟ وين أهم الجامعات اللي ممكن يتخصص فيها؟ أو بعد ما إلى علاقة بالجامعات يمكن بده الواحد يأخذ كورسات خارجية؟ للأسف إحنا حاليا حسب خبرتي ومعلوماتي البسيطة. نعم. وممكن أكون مخطئة في ذلك، لكن ما عندنا
يعني معاهد كثير هنا في السعودية، ممكن في معهد في الشرقية بدون ذكر أسماء، عندنا كمان في أحد الجامعات الآن فتح جديد في نعم المدينة المنورة، عندهم مقسم للضيافة الدولية وكذا، نعم بس هذا حاليا، لكن من يعني فترات من سنين ما كان موجود، نعم فكان كان التدريب أونلاين دورات نعم من هذا المنطلق. نعم عهود، بدي أشكرك كثير على وجودك معنا، واليوم إذا بدي أختتم منك ب نصيحة، نحن اليوم العنوان كنا حاطينه عن مع المقابلة معك عن إنه كيف ممكن الشغف يتحول لمشروع ناجح، كيف ممكن تختصري لنا هالجملة من وراء تجربتك؟ الشغف يتحول مشروع ناجح، أنت شو أكثر ناجح. شيء يعني ما بعرف إذا بتختاري الدراسة اللي ساهمت بأنه شغفك يتحول لمشروع ناجح؟ في جملة دائما أكررها أو أعيدها للمتدربين عندي، نعم حب ما تعمل لتعمل بحب. نعم يعني أنا الآن كان عندي تدريب قبل شوي، قبل ما أتواصل مع حضرتك، نعم كان عندي شيء في المطلق كنت أقول لهم حب ما تعمل لتعمل بحب، نعم لازم يكون عندك الرغبة قبل ما يكون عندك الشغف يعني طلب العمل. نعم إذا ما عندك رغبة أنت ما راح تعمل، ما راح نعم تسوي شيء، حتى لو سويته راح يكون الطبق مو سعيد، راح يقدم للشخص أو للعميل بدون سعادة، ما في حب. طبعا فلازم إحنا نحب شغلنا عشان نقدمه بحب. طبعا، شكرا جزيلا لك عهود، العفو، إن شاء الله من شكرا نجاح لك، لنجاح، يعطيكي ألف اللهم عافية، آمين، شكرا شكرا لك، يعطيك جزيلا. العافية.